إلى الشام وهي أرض المحشر أرض المباركة. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نجمع القرآن من اللقاح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبر هنا في حديث الدجال أن ملائكة الرحمن تصرف وجه الدجال إلى الشام. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم قوله بقوله: فهناك يهلك، أي يهلك الدجال. وقد بينت أحاديث أخرى أن هلاكه يكون على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والمؤمن إذا تلا وقرأ هذا الحديث وتمحنه ظهرت له أمور، لعل من أجلها مما يوافق عصرنا اليوم أننا علمنا أجمعين مما تواتر نقله أن إخواننا المجاهدين أيدهم الله بنصره في أرض الشام خرجوا من بلدة القصير وتركت للطغاة المفسدين والمتكبرين الجبارين. فأول ما ينبغي أن نعرف أن هذا الخروج لا يأثم صانعه، يندرج في قول الله تعالى: متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فقول الله جل وعلا: أو متحيزا إلى فئة، يتضمن أمورا ثلاثة: إما أن تنصرف الثلة إلى فئة أخرى من الجيش فتعينها، وإما أن تنصرف إلى الأمير الذي هو دون الإمام الأعظم، وإما أن تنصرف إلى الإمام الأعظم. فإن خرجت الفئة المؤمنة المجاهدة وتركت لقاء العدو لأمر غلب على الظن أنه مهلك لواحدة من هذه الثلاث، فاندرجوا جميعا في الرخصة. ويدل على ذلك أحاديث أخرى، من أشهرها حديث ابن عمر عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. والمقصود أن هذا الخروج يدل على حكمة محمودة حفاظا على أرواح المؤمنين وانتظارا لفرج ونصر رب العالمين جل جلاله، وهو كائن لا محالة يقع إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال: فهناك يهلك، أي بأرض الشام، يدل بصورة ظاهرة أن الدجال وهو أعظم قوة وأشد كفرا وأجل حجة وإن كانت حججه باطلة من جند بشار ومن يعينه من هنا أو هناك. وإذا كان الدجال على جبروته يهلك هناك، فإن هلاك من هو دونه من الطغاة والمتكبرين والفاسقين والمؤذين للمؤمنين، هلاكهم من باب أولى وأحرى أن يكون في أرض الشام. لكن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وربنا جل وعلا يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكل ما يحدث اليوم في أرض الشام لعله مؤذن بصلاح عظيم لأهل الإسلام ورفع درايته. فقد مضت سنة الله عز وجل في هذه الأمة المحمدية المباركة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم مسه وأصحابه الضر يوم أحد، ثم أعقب ذلك الفتح القريب، فلم يهزم بعدها جيش المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وقوتك التي لا تغلب وسلطانك الذي لا يقهر، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تمن بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في أرض الشام يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالنصر، واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم، وكللهم بعفوك وعافيتك يا رب العالمين. واهزم اللهم من ناوأهم وحاربهم يا قوي يا عزيز، واجعلهم عبرة لمن يعتبر إنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.